صباح الخير لجميع مشاهدي الإخبارية السورية بنهار جديد من حياتنا. اليوم الاثنين 20 شباط إن شاء الله يكون حامل بلحظاته كل ملامح الخير والسلام والصحة يلي بنحتاجها بحياتنا. مواضيع عديدة ومتنوعة رح تكون ضمن فقراتنا لليوم يلي بنرصد فيها أبرز الفعاليات يلي عم تصير بالبلد كأعلان لإرادة الحياة وتحدي للظروف القاسية. ولكن قبل ما نبدأ صباحنا أكيد نوجه تحييتنا لأبطال الجيش العربي السوري المنتشر على كافة الجبهات، نقول لهم صباحكم نصر وصباحكم عز. يسعد صباحك سلمى. يسعد صباحك ريج، وإن شاء الله يا رب هاليوم يكون خير عليكي وخير على جميع مشاهدي الإخبارية السورية بهالحلقة الجديدة من برنامجنا صباحنا غير. كل يوم تمام الساعة 9 صباحا عم نطلع عليكم من دمشق عاصمة الياسمين لنروح بجولة على عدة مواضيع بتهمكم. تحيتنا لأبطال الزمان والمكان، أبطال الجيش العربي السوري. فقراتنا رح تبدأ مثل العادة ولكن بعد الفاصل. مدام أنا بقدر أخذ لقطة إلي منه كمان عشان أتأكد. بداية رحلتنا الصباحية أكيد بتكون بجولة على أهم الأخبار المنوعة حول العالم، والبداية رح تكون من الورود والزهور يلي بتكسب الحياة رونق تاني. فقط احتشد عشاق الطبيعة بالهند بمعرض للزهور. أكيد أريج، هالمعرض بيستمر 4 أيام بمدينة راشكوت غرب الهند وبيضم أكثر من 200 نوع من الشتلات والزهور. خلينا نشوف مع بعض مشاهد من هذا المعرض ونرجع. تتذكري وقت كان عندنا معرض للزهور قديش كان حلو؟ اكيد اريج، ويمكن الزهره الشاميه او الورده الشاميه هي من الورود المعروفه عالميا، ويعني ان شاء الله هيك بترجع هاي الايام ترجع مره ثانيه معرض الزهور. وعلما انه نحن شاركنا رغم هاي الظروف بمعرض الزهور ببغداد وكان لنا صدى واسع واقبال واسع، وبيضل الورد هيك بينعش الروح لما بتشوفيه الصبح. اكيد ان شاء الله بنتمنى انه يرجع معرض الزهور وترجع عجقته. اكيد. وخبرنا التالي من عالم الأطفال والشخصيات المحببة لقلوبهم، فالشخصية الكرتونية المحببة للأطفال الأرنبة ميفي ودعت مخترعة للأبد. فقد توفي الفنان ومؤلف قصص الأطفال الهولندي ديك برونا اللي ابتكر شخصية الأرنبة ميفي بعام 1955. وأبدع برونا شخصية ميفي بعد أن رأى أرنبا بين الكثبان الرملية عندما كان يمضي عطلة على شاطئ البحر، ثم راح يروي مغامرات الأرنبة البرتقالية ذات الأذنين الطويلتين في أكثر من 30 كتاباً بيع حول العالم. أريج، بيعت له أكثر من 80 مليون نسخة من كتب الأرنبة ميفي الكاريكاتيرية اللي لاقت إعجاب هائل. ويجدر بالذكر أن ميفي تعرف في اللغة الهولندية بنيتشه، وقد حازت على شعبية ضخمة في آسيا وظهرت على علب الطعام للتلاميذ المدارس عبر العالم.
يعني دايما شخصيات الكرتونية بتعكس شوية من صاحب هالشخصية ومخترعة، وبتترك كتير أثر كبير يعني عند الصغار ولا عند الكبار كمان. أكيد أريج، ويمكن في بعض الشخصيات المبدعة بالعالم انعرفت أو انحفظ اسمها بشخصية معينة ابتكرتها قد ما عملت بعدها، بس بتضل هاي الشخصية أنت بتذكريها وبتربطيها بذهنك بشخصية هذا المؤلف. أكيد نترحم على روحه. أكيد. هلأ ننتقل لخبرنا التالي يلي ممكن ينطبق المثل عليه اللي بيقولوا جنون فنون. هالجنون هذا عرض عن طريق فيديو على الانستغرام لعارضة ازياء روسية فيكي اودنتيغافا يلي قامت بتصوير فيديو وهي عم بتتدلى من ناطحة سحاب بدبي. اكيد اريج، استعانت العارضة بيد احد المساعدين الرجال فقط دون اي معدات للامان، بينما انحنت في الهواء خارج برج كيان في دبي والذي بيبلغ ارتفاعه 1004 أقدام. وبوقت لاحق استدعت الشرطة دبي العارضة لتوقيع تعهد بعدم تعريض حياتها للخطر مرة أخرى. خلينا نشوف هالمخاطرة من أجل السيلفي اللي حبست الأنفاس. قديش عنده إرادة قوية وقديش عنده ثقة بالشاب يلي ماسكها. يعني إرادة قوية، بس هي مخاطرة كتير كبيرة مشان بس لقطة مدتها يمكن 15 ثانية من مكان يمكن يكون آخر لقطة بحياتها هي اللي أخذتها. ما بعرف قدي أنت مع هذا الشيء أريج. جد مو مع أبدا يعني. يعني مو بس بدها توقيع على تعهد، هي بدها يعني بصمة كمان. بصمة. هلا أريج لو بدنا نروح رح ننتقل لخبرنا التالي. فقد غضب الفرنسيون مؤخرا بعد أن تبنت اللجنة الأولمبية الوطنية الفرنسية شعارا باللغة الإنجليزية صنعت من أجل المشاركة بهدف دعم حملة فرنسا لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية بعام 2024. أكيد أريج، تتنافس باريس ولوس أنجلوس وبودابست على استضافة دورة ألعاب 2024، وقالت اللجنة الأولمبية الوطنية الفرنسية أن اختارت الشعار باللغة الإنجليزية من أجل أن تعزز جاذبيتها في توسع نطاقا. وقالت مجموعة أخرى هدف حماية استخدام الفرنسية أن اختيار هذا الشعار إهانة للغة الفرنسية، واقترحت بدل منه شعار تعال وشارك باللغة الفرنسية. وقالت المجموعة أنها ستقدم طعنا رسميا ضد تبني الشعار باللغة الإنجليزية. وأيضا قالت الأكاديمية الفرنسية التي عبرت عن رفضها أن الشعار يستخدم بالفعل على نطاق واسع بحملات الدعاية وبشكل رئيسي في بيع البيتزا والحلويات. هي كانت أخبارنا المنوعة لليوم يلي كل يوم نبدأ صباحنا فيها. أما هلأ سلمى رح ننتقل للمعلومات الكتيرة يلي ممكن تكون بحياتنا بس ممكن ما مننتبه لها، وبالمقابل في أشياء كتيرة ما منعرفها. أدنى معلومات نتعرف عليها بفقرتنا بهل تعلم. معلومات كتيرة ممكن تمر بيومنا ومنحب نستذكرها، ومعلومات منجهلها ومنحب نتعرف عليها. هل تعلم بأنه اللون الأزرق يحفز على الإبداع ويريح الأعصاب لكون طول الموج الخاص باللون يحمل قيمة مثالية جداً لدماغ الإنسان؟ وهل تعلم أنه إذا كنت تخطئ في بعض الأحيان في معرفة اليمين من اليسار فهذا يدل على أنك تتصف بسرعة التفكير وتشتت الانتباه وضعف التركيز؟ وهل تعلم بأنه إذا شربت مشروباً ساخناً ستزداد برودة جسمك أكثر، وإذا شربت مشروباً بارداً تزداد سخونته أكثر؟ أي أن العملية تحدث بالعكس، والسبب يعود لكون الأجسام مهيئة للحفاظ على درجة معتدلة،
لذا عندما تشرب شيئا ساخنا تنخفض درجة الحرارة داخليا والعكس صحيح. وهل تعلم أنه إذا خصصت 15 دقيقة لقراءة الكتب يوميا فسوف تقرأ في المعدل 20 كتابا سنويا؟ أريش، شو في معلومة من المعلومات يمكن اللي مرت بهل تعلم علقت معك أو يمكن حسيتيها أنه فعلا هي أول مرة تسمعيها؟ هلأ في مو أول مرة بسمع، كتير بتصير مع كتير أشخاص يمكن منا، أنه أنت قصدك مين بتقولي يسار يعني خربطة بالاتجاهات تماما. أنا يمكن شو السبب؟ في معلومة لفتت نظري اللي هي تبع القراءة، أنه أنت إذا قريتي بس يوميا 15 دقيقة أو 20 دقيقة رح تتفاجئي بكمية الكتب اللي أنت قريتيها بالسنة. يعني نحن ما بيخطر عبالنا أنه هاي الوقت الصغير رح يخليكي عندك هالكمية الكبيرة من القراءة. بلش فيها من اليوم 15 دقيقة، خلص رح نبلش فيها من اليوم. أما هلأ وبعد هاي المجموعة من المعلومات هروح لمجموعة كتيرة من الأحداث يلي بتصير يوميا بيومنا العادي وعبر الزمان بتراكمها، بتشكل مفاصل هامة بحياتنا. ومثل كل يوم بروح لقراءة سريعة لأبرز هاي الأحداث بحكاية يوم. لكل يوم أحدثه وأخباره، منها ما يكون بصمة في سجلات التاريخ وأخرى تمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1872 افتتاح متحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك، وفي عام 1911 صدور العدد الأخير من صحيفة تشينغياو الصينية وهي أقدم صحيفة في العالم، كانت قد صدرت أول مرة في عام 713. وفي مثل هذا اليوم من عام 2015 فيلم تومبكتو يفوز بجائزة أفضل فيلم وكذلك أفضل سيناريو، ومخرجه عبد الرحمن سايسكو يفوز بأفضل مخرج، وبيير نيني يفوز بأفضل ممثل، وأدال أنال تفوز بجائزة أفضل ممثلة، وذلك في الحفل الأربعين من جائزة سيزار. ومن أبرز الشخصيات التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1912 بيير بول، روائي فرنسي. أما أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1895 دوغلاس، كاتب أمريكي وأحد دعاة التحرير من العبودية. وفي عام 1993 لامبورغيني، رجل أعمال إيطالي ومؤسسة شركة لامبورغيني للسيارات. صباحنا لسه بأوله، ويمكن سوا نشهد خلال ساعاته القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. شخصيات عديدة تزامن تاريخ ميلادها أو حتى رحيلها عن عالمنا بمثل هذا اليوم، خلونا نتعرف سوا على محطات من شخصيتنا لليوم. فريدريك دوغلاس، كاتب أمريكي وأحد دعاة التحرير من العبودية والدفاع عن حقوق السود. ولد في الرابع عشر من شباط من عام 1818 بولاية ميرلاند. عند بلوغه الثامنة من العمر أرسل دوغلاس إلى بالتيمور للعمل، واشتغل لاحقاً في حوض لبناء السفن. في عام 1845 نشر دوغلاس كتاباً عن قصة حياته بعنوان قصة حياة دوغلاس، وفي نفس العام سافر إلى إنجلترا لكنه عاد مرة أخرى إلى الولايات المتحدة. في عام 1847 أسس صحيفة أسبوعية أسماها نجمة الشمال، والتي تم تغيير اسمها فيما بعد إلى ورقة دوغلاس. في عام 1881 عينه الرئيس الأمريكي جيمس غارفيلد مسجلاً عقارياً لمقاطعة كولومبيا، أصبح بعدها وزيراً مفوضاً في هايتي. يوم العشرين من شباط من عام 1895 بعد وقت قصير من مؤتمر حقوق المرأة الذي ألقى فيه أحد أشهر خطاباته، توفي نتيجة أزمة قلبية. أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف أنها ستستعيد تمثالين التدمرين الجنائزيين اللذين دمرهما تنظيم داعش الإرهابي بعد إنهاء ترميمهما على يد خبراء إيطاليين في المعهد العالي للصيانة والترميم بروما. تفاصيل بالتقرير التالي.
المشاهد التالية لتمثالين تدمريين في المعهد العالي للصيانة والترميم في روما، حيث ينهي المختصون في ترميم الآثار هناك عملية ترميمهم لإعادتهم إلى سوريا. سيعودان إلى تدمر عندما تصبح تدمر مكانا آمنا من جديد. ما أرادت إيطاليا القيام به استثنائي، ربما هما التحفتان الوحيدتان اللتان خرجتا من مناطق النزاع من دون المرور بحلقة تهريب الأعمال الفنية. كان الرأس محطما بمطرقة، ما تسبب بشقوق واضحة كما ترون هناك. ثمة قطع كانت مفصولة، إنما كان من السهل إعادتها إلى مكانها باستثناء الأجزاء المفقودة بطبيعة الحال. مديرية الآثار والمتاحف السورية بيّنت أن الخبراء الإيطاليين استخدموا قبل الشروع بالترميم المسح الليزري لمسح الوجوه المحطمة، ومن ثم تشكيل قطع من الراتينج، وهي أفراز عضوي نباتي بواسطة الطابعات ثلاثية الأبعاد لتحل محل الأجزاء المفقودة من الحجر الأصلي والتي فقدت أثناء تحطيم إرهابيي داعش للتماثيل. يذكر أن مديرية الآثار والمتاحف سترسل ممثلين رسميين عنها إلى روما نهاية الشهر الجاري لاستعادة التمثالين والعودة بهما إلى دمشق ليحفظا في مكان آمن. يعني مثل ما تابعنا بهالتقرير، تم ترميم القطع الأثرية. لحتى نتعرف أكثر على كيفية تنسيق عملية الترميم ودور مديرية الآثار والمتاحف بالتنسيق لإعادة التمثالين التدمريين، معنا بالاستوديو الأستاذ نظير عوض مدير شؤون المتاحف. يسعد صباحك أستاذ، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، يعطيكم العافية. يسعد صباحك أستاذ. بالبداية خلينا نتعرف على تفاصيل كيف تم التنسيق مع من أجل استعادة التمثالين والحالة اللي هي موجودة هلأ فيهم بعد ما تم طبعا تدميرهم من تنظيم داعش الإرهابي. صباح الخير، وطبعا شكرا لكم كتير لتغطية هذا الحدث المهم جدا طبعا بالنسبة لمدينة تدمر وبالنسبة للتراث السوري وبالنسبة أيضا للنشاط الذي تقوم به المديرية العامة للآثار والمتاحف بدعم من وزارة الثقافة. طبعا بداية يجب أن نشكر السيد باولو ماتي العالم الكبير الذي سعى ويسعى دائما للتواصل مع المديرية العامة للآثار والمتاحف وتقديم الدعم ما أمكن في سبيل حماية التراث السوري وفي سبيل نشر الوعي بهذا التراث على المستوى العالمي والمحلي وفي سبيل تقديم الدعم من مؤسسات يعني تقنية متخصصة وعلمية أينما كانت لتواكب عمل المديرية العامة للآثار والمتاحف خلال السنوات الخمس أو الست التي مضت. كما شاهدنا بالتقرير الحديث عن قطعتين أثريتين من مدينة تدمر تم إخراجهما بعد تحرير المدينة لأول مرة، و أتينا بهم إلى دمشق، وهناك الكثير من القطع أيضا أتي بها ووضعت في أماكن آمنة، وبالتعاون مع الأصدقاء الطليان كما شاهدنا في التقرير السيد فرانشيسكو روتيلي وهو مسؤول عن جمعية ملتقى الحضارات، وبدعم من أصدقاء من الجانب الإيطالي ممن عملوا في سوريا ويعلمون تماما أهمية هذا البلد وأهمية هذه البقعة الجغرافية من العالم، باتفاقية مشتركة مع هذه يعني مع هذه الجهات تم إرسال قطعتين كما شاهدنا ليشاركا في معرض عن الآثار أو عن تدمير الآثار خلال هذه الفترة بعنوان الإحياء من التدمير أو الولادة من التدمير، إبلا نمرود تدمر. وطبعا استثنائية الحدث بأن القطعتين هما لأول مرة تخرج قطع من سوريا، قطع تعرضت بوحشية من قبل التنظيم المذكور كما شاهدنا لرجل أدى التعدي على يعني على هذه القطع إلى فقدان الجزء الأيسر أو مكان توضع العين، والإمرأة إلى تحطم الوجه وسقوطه وغير ذلك. طبعا لدينا الكثير من القطع كحالة هذه القطع يعني عدد لا بأس به، لكن يتم التعاون الآن يعني مع جهات بالتأكيد يعني هذا العدد قابل للترميم. أود القول أن بعد
نقل هذه القطع والعودة بها إلى أماكن آمنة هناك أمل كبير جدا بأن الكثير من القطع ستعود إلى ما كانت عليه. إن شاء الله. وهناك الكثير من القطع بحالة جيدة قياسا لما تناقلته يعني وسائل الإعلام وغير ذلك من تحطيم، فهناك الكثير من القطع بالإمكان أن تعود إلى ألقها وأن تبقى في المتاحف السورية. طبعا أرسلت القطعتان من 1/10/2016، شاركت في المعرض في متحف الكولوسيوم أو الأثار الرومانية، وتم الافتتاح أيضا بشكل رسمي كبير جدا، حضروا العديد من المسؤولين. وستعود القطعتان بعد أن رممتا في هذا المعهد طبعا الذي تحدث عنه التقرير إلى دمشق قريبا في نهاية هذا الشهر. وطبعا المعهد معروف كمعهد يعنى بالترميم وبالكثير من التفاصيل التي تخص أعمال الترميم ومعالجة القطع الأثرية الاستثنائية، وهو معهد قديم من الثلاثينات أو الأربعينات وله باع طويل في مثل هذه الأعمال. نعم أستاذ، يعني هيك تنسيق مع أطراف دولية لحتى إنجاز هالمهمة بطريقة صحيحة وجيدة ولإعادة الآثار يعني على ما كانت عليه شبه يعني طبيعية، قديش هالتعاون حقق نجاح لهالمهمة، وخاصة أنه صار في تعاون بينهم وبين مديرية الآثار والمتاحف، ويعني ما تم إخراج القطع الأثرية عن طريق التهريب أنه كما يفعل يعني الجماعات الإرهابية المسلحة. هلأ بالطبع نقل كل هذا الكم الكبير من القطع الأثرية من تدمر بعد التحرير، وحتى قبل ذلك نحن نقلنا الكثير من القطع من متحف تدمر قبل سقوط المدينة، ثم عدنا ونقلنا القطع التي تبقت وتعرضت للأذى والضرر من قبل تنظيم داعش، ونقلناهم إلى دمشق طبعا بمساعدة الكثير من المؤسسات الموجودة، يعني ساهمت في الكثير من الدعم وتقديم العون ونقل هذه القطع إلى دمشق في ظروف كانت في كثير من الأحيان خطرة جدا. نعم. هذا واحد من الأنشطة المحلية. إضافة إلى ذلك كانت المديرية العامة للآثار والمتاحف تنشط منذ بداية الأزمة على فتح أقني مع الكثير من المؤسسات الدولية التي تعمل في التراث على رأس اليونسكو والإيكوموس والإكروم وغير ذلك، ولكن هناك الكثير من الأصدقاء الذين تابعوا مع المديرية العامة للآثار والمتاحف بكل إيجابي وبكل مصداقية وبقوا على اتصال دائم مع المديرية تقديم الدعم وتقديم العون، وبالتالي مساعدتهم على فتح أقنية كانت مسدودة أو كانت ملغاة لدى الكثير من المؤسسات مع مديرية عامة للآثار والمتاحف لديها هدف سامي وهدف يعني مقدس لدى الكثير من الشعوب ولدى الكثير من العلماء، وهو الحفاظ على هذا التراث السوري، لأنه تراث يخص شعب وتراث لكل الشعب السوري، وهو أيضا جزء منه تراث للإنسانية إذا ما دخلنا في تفسير أهمية هذه المنطقة من الناحية الجغرافية والحضارية والتاريخية وما قدمت إلى العالم يعني في خلال المراحل التاريخية. فالتعاطي كان يعني يزداد إيجابية يوم بعد يوم إلى أن يعني أصبح لنا حضور كبير جدا لدى الكثير من المؤسسات الدولية التي تعمل في هذا الإطار، وهناك الكثير من التعاون. أرسلنا الكثير من المهندسين والكثير من المتدربين من خلال هذا التعاون أيضا، وأنا أعتقد أن التجربة التي رأيناها من استعمال أحدث تقنيات التوثيق ثلاثي الأبعاد وأحدث تقنيات الترميم هي تجربة يعني تجربة رائدة واستثنائية أيضا لقطع استثنائية من موقع استثنائي هو تدمر. أيضا يقف وراء هذا العمل أشخاص أنا أعتقد أنهم استثنائيين الذين قدموا الدعم كما قلت من الجانب الإيطالي وأيضا من الجانب السوري من سعى لهذا الحدث الهام. فهذا التعاطي يزداد بشكل إيجابي وينعكس بشكل إيجابي أيضا على موضوع التراث وعلى تأمين متطلبات وحاجات يعني أملتها الأزمة على هذا التراث من أعمال ترميم وصيانة وحفظ وتخزين وغير ذلك. أكيد يعني أستاذ نظير، يعني نحن دائما بنثمن الدور اللي عم تلعبه مديرية الآثار والمتاحف وخصوصا بهذه الحرب على بلدنا من مشاركاتكم وإيصال أيضا الصورة ومحاولة قدر الإمكان المحافظة على التراث بالأماكن المتضررة من الإرهاب. بختام حديثنا لليوم، شو يمكن في شيء جديد على نطاق مديرية المتاحف عم تحضروا له أو شيء قريبا رح نشهده أيضا غير هذا الحدث الهام وهو استعادة التمثالين؟ هلأ الحقيقة أنا لن أستبق
الأحداث، لكن هناك الكثير مما يحضر في المديرية العامة للآثار والمتاحف. نحن نعلم أن حلب حررت يعني حديثا، وبدأنا العمل بها من خلال إرسال كثير من المجموعات لتعمل على الأرض، ونحن نتواصل مع مؤسسات مهمة جدا، ونكون جزء من اتفاقيات حول مسائل تتعلق بترميم أيضا ترميم وصيانة مدينة حلب مع مؤسسة كمؤسسة الأغا خان ومؤسسات أخرى التي يعني تقدم دعما نستطيع أن نقول آنيا للكثير من الأعمال، وهناك الكثير من الوعود المستقبلية طبعا لمداخلات كثيرة ولأعمال ولمشاريع في مدينة تدمر وفي مدينة حلب وفي وغير ذلك، علما أن المديرية العامة للآثار والمتاحف وبدعم من وزارة الثقافة ماضية في أعمالها وفي أعمال الترميم والصيانة، أي لا تنتظر وعودا أو تنتظر غير ذلك، ماضونا في عملنا كأي مؤسسة من مؤسسات الدولة، لكننا نحن يعني نستقبل ونمد يد العون أو نمد يدنا لأي مؤسسة دولية أو خبرات كانت تعمل قبل الأزمة وعادت من جديد لتعمل، لأن موضوع التراث السوري مهم جدا وهو تراث عالمي ويستحق أن يهتم فيه العالم أيضا كما نهتم فيه نحن في بلدنا أيضا. بالتأكيد يعني نحن نتمنى أكيد كل آثارنا وكل تاريخنا ما يتعرض لأي تدمير، ولحتى من بعدها نلجأ للترميم وإعادة ترميم هالآثار. بدنا نشكرك أستاذ نظير، ونشكر الجهود اللي عم تبذلها مديرية الآثار والمتاحف، وإن شاء الله دايما تاريخنا وإرثنا الحضاري يضل بألقه. شكرا لكم وشكرا لاهتمامكم، هذا جزء من الجهود أيضا أنه تهتموا بهذا الحدث كتير على المستوى الوطني، وتعرف الناس شو عم ينشغل في سبيل الحفاظ على هذا التراث المهم، لأنه المجتمع أيضا هو خط الدفاع الأول عن هذا التراث، لأنه هو جزء من هويته وجزء من ماضيه العريق لكل ألقه. أكيد شكرا لك أستاذ نظير، وأكيد نحن حكون كاميرا الإخبارية متواجدة أول ما يوصلوا التمثالين إلى دمشق ليكونوا أيضا بمكانهم الطبيعي. شكرا كثير لك. شكرا. أما هلأ سلمى رح ننتقل لمحافظة حمص التي شهدت مسيرا سياحيا ضمن الجولة الثانية من فعالية اكتشف سوريا حمص أم الحجارة أسود. تفاصيل أوفى مع مراسلنا سامي ديوب. بهدف التعريف بآثار حمص وإعادة الحياة إلى مدينتها القديمة التي تعرضت للتخريب على يد المجموعات الإرهابية، أقام مشروع مدى الثقافي بالتعاون مع نقابة المهندسين فرع حمص ومشروع الأمم المتحدة الإنمائي مسيرا سياحيا ضمن الجولة الثانية من فعالية اكتشف سوريا. إعادة جمع السوريين على حضارتهم وتراثهم وثقافتهم وتعريفهم على منطقتهم على مدينتهم هنهم. حاولنا نغطي جزء كنيسة أم الزنار أسواق حمص القديمة. طبعا عندنا نشاطات كتير نحن بنقابة مهندسين للزملاء المهندسين، مثل رحلات، مثل تكريم أبناء المهندسين الأوائل، نشاطات متعددة. الهدف التعرف على مدينتنا، لأنه للأسف في كتير منا نتمشى بأسواق حمص وبأماكنها بس ما بنعرف تاريخ لهي المدينة، فأنا أتعرف على تاريخ هاي المدينة وعلى تاريخ أجزاء منها عملنا هالسلسلة هاي. المشاركون جالوا في سوق حمص المقبي وسوق النوري وزاروا كنيسة أم الزنار والحمام العثماني، مؤكدين أن مهما دمر وخرب الإرهاب فإنه لن ينال من التاريخ والتراث السوري العريق. نرجع نعيد الحياة لهي الأحياء اللي انتست على مدار 4 سنين من الأزمة. هدفنا نشجع السياحة الداخلية ضمن هاي الأحياء. نحن أولاد حمص نرجعها، يعني نرجع نمشي بهاي الحواير، رجع لها الحياة، لأنه بهاي الأحياء من دون ناس بتضل هيك. وبحب شارك بكل مسير بسياحة هيك أماكن مشان نشوف بلدي. لأسواق حمص القديمة حكاية في تاريخها وجمالها التي حافظ أهلها على أصالتها بصمودهم في وجه الإرهاب وإصرارهم على إعادة الحياة إلى مدينتهم.
أما هلأ صار وقت جولتنا الثقافية والبداية مع المعرض التشكيلي الذي تتهيأ له الفنانة لينا رزق مساء اليوم، واللي بيحمل مجموعة من أعمالها الجديدة وبأحجام متنوعة وأسلوبها التعبيري المعتاد. الفنانة لينا رزق تعالج من خلال البورتري تعبير الوجوه الإنسانية، مقدمة انفعالات عديدة تعكس تأثر الإنسان بالواقع الذي نعيشه، مجسدة ذلك عبر تقنية الزيت على. وفي تصريح من الفنانة رزق قالت أنها تسعى إلى الطريقة الأفضل في التعبير عن أفكارها، وذلك بالانتقال من الواقعية إلى التعبيرية والانطباعية بما يخدم الفكرة، حيث ستكون الفرصة متاحة لمتابعي الفن التشكيلي بالتفاعل مع الحالات التي تجسدها الفنانة لينا رزق. ورح ننتقل لعالم الدراما السورية، حيث تستعد المخرجة رشا شربتجي لعرض عملها الدرامي شوق مع بداية الشهر المقبل. والعمل هو اجتماعي معاصر تدور أحداثه بين دمشق وبيروت بالفترة الزمنية الممتدة ما بين 2012 و2014، وتتناول قصة حياة شخصية تمثل نماذج من المجتمع السوري، مستعرضة مصائرها على خلفية ما تعيشه البلاد منذ سنوات من إرهاب. كما يتطرق شوق إلى قضية سبي النساء على أيدي إرهابيي ما يسمى بتنظيم داعش. وفي مصر وقع اختيار مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية والأوروبية على الفيلم الألماني الفرنسي المشترك فرانتز للمخرج فرانسوا أوزون لافتتاح دورته الأولى. وفرانتز فيلم تدور أحداثه عقب الحرب العالمية الأولى، منتابع سوا مشاهدينا مشاهد من الفيلم. Hace dos días que va a la tumba de Franz. A lo mejor es un amigo francés de antes de la guerra. Bienvenido. ¿Y conoció a Franz? Sí. ¿En Francia? Sí. ¿Sigue pensando en él? ¿Cómo podría olvidarle? Me alegro de que esté aquí. ¿Tú no te alegras también? Sí. Pero se marchará. Entonces nos esforzaremos para retenerle un poco más con nosotros. ¿Venía aquí a menudo? Aquí es donde Franz me pidió la mano. Sufrió mucho. Mi única herida es Franz. Querida Ana, tengo que decirle que... Eres joven y guapa. No desperdicies esta oportunidad. Mi hijo es un chico frágil. No hay que atormentarle. Yo no atormento a su hijo, señora. Es Franz. ¿Qué efecto tendría la verdad? Todavía más dolor, más lágrimas. ¿Qué siente por ese joven francés? والختام من موسكو، حيث تقام على مسرح بلشوي الحكومي الدورة 13 لراقصي الباليه ومصممي رقصات الباليه، وتقام المسابقة مرة كل 4 أعوام منذ عام 1969، حيث انعقدت الجلسة الأولى للجنة التنظيمية للمسابقة الدولية في مبنى مسرح بلشوي. وفي تصريح للمدير الفني للمسابقة يوري غريغوريوفيتش، والذي تولى المنصب منذ عام 1973، بأن المسابقة الدولية تتمتع بمجد دولي مستحق، حيث يأتي إلى المسرح بلشوي في موسكو من يرغب بالمشاركة في ضيوف وخبراء بمجال الرقص، ليصبح هذا اللقاء علامة جديدة في طريق تطور الباليه على الصعيد العالمي. Thank you.
نرجع مع هاي اللوحات الراقصة يلي عم يشهدها مسرح بلشوي. بتكون جولتنا الثقافية وصلت للختام. فاصل صغير وبنكفي باقي فقرات صباحنا غير لليوم. وأكيد من بعد هالجولة الثقافية رح ننتقل لجولة ونرجع فيها للطبيعة وتحديدا بعالم البدائل الطبيعية للمهدئات والمنشطات ومضادات التوتر والاكتئاب. أريج نقابة الصيادلة أطلقت مبادرة لتوعية المجتمع بمخاطر الإدمان، رح نتعرف أكيد عليها مع الدكتور شادي الخطيب عضو نقابة الصيادلة سوريا ورئيس اللجنة العلمية أيضا السورية للطب التكميلي. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك دكتور. الله يعطيك العافية. دكتور بالبداية خلينا نتعرف يعني عن أهمية وأهداف إطلاق هالمبادرة. الحقيقة يعني موضوع استخدام المهدئات ومضادات الاكتئاب وما نسميه نحن الإدمان اللي هو يأتي حالة بعد الاعتياد، يعني مشكلة يجب الانتباه عليها. طبعا هي مشكلة ظهرت في المحيط وليس في سوريا بداية، لذلك تم التنبه لهذا الموضوع من خلال التعاون مع المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات ومع كلية الصيدلة بجامعة دمشق. تم إطلاق مبادرة من خلال نقابة صيادلة سوريا لتوعية المجتمع بأخطار الأدوية التي تسبب إدمان، أخطار المستحضرات الأخرى، ممكن بعض مشروبات يعني استهلاك غير صحيح لبعض مشروبات الطاقة، ممكن استخدام الخاطئ لبعض المركبات التي تعتبر منشطة للرياضيين، ممكن استخدام بعض المركبات التي يكون لها تأثيرات على المدى البعيد ممكن ما يشعر بها الشخص اللي عم يأخذها. من هذا المبدأ انطلقت المبادرة لتعريف المجتمع بهذه المركبات التي قد تسبب إدمان للتنبه إلى هذا الخطر. طبعا يعني نحن اليوم بنقول بشكل دائم هناك بعض الأشخاص يعني يشوفوا عندهم مبررات، يعني توتر، عصبية، نرفزة، حابب يأخذ شيء من الأدوية التي تساعده على النوم، التي تساعده على تخفيف التوتر. طبعا هذا الموضوع يعني بداية الأمر قد يشعر براحة، فيما بعد ينتقل إلى حالة الاعتياد، ومن ثم ندخل في مرحلة الإدمان، ويعني بصير بده جرعات أكبر وبده بحاجة يعني ماسة إلى استخدام هذه المركبات، وهنا تكمن المشكلة والخطر. طبعا المبادرة مجتمعية لماذا؟ لأن من خلال مؤتمر التوعية الصيدلاني السابق اللي نحن أقمنا بالتعاون مع جامعة دمشق كلية الصيدلة، تم يعني التركيز على كل المفاهيم الطبية وكل يعني الأمور المتعلقة بهذه المركبات. كان لابد من انتقال من الاختصاصيين من خلال التوعية اللي عملناها لننتقل للمجتمع، يعني احنا بحاجة نوصل الرسالة للمجتمع. انتباه بالمنزل مثلا على اليافعين، الشباب في سن المراهقة، ممكن استخدام بعض أنواع المركبات اللي قد تكون لها تأثيرات يعني جانبية فيما بعد، تعريف بالأعراض والسلوكيات اللي ممكن تطرأ على الشخص إذا كان استخدم هذه المركبات. أيضا موضوع المنشطات موضوع عالمي، يعني احنا صرنا نعرف من خلال يمكن القراءات ومن خلال متابعات العديد من الرياضيين يتم استبعادهم لأنه استخدموا بعض أنواع المنشطات المحرمة دوليا، والتي قد يرى البعض فيها حل لمشاكل مثلا الدراسة، بده يضله صاحي بياخذ بعض المركبات التي قد يعني تقود فيما بعد إلى الاعتياد والإدمان. هنا الرسالة واضحة، هذه المركبات كلها خطيرة على الصحة، وإدمانها هو شأنه شأن إدمان المخدرات، شأنه شأن إدمان أي نوع من أنواع الأدوية المحظرة. وللأسف هناك بعض الأخطاء الشائعة، يعني بعض المركبات نحن بدأت تظهر استخدامات هي نتيجة أثار جانبية، يعني مثلا مثل بعض الأدوية السكري التي تعالج اعتلال الأعصاب مثلا السكري المرافق لمرض السكري. البعض من الأشخاص اللي ما عندهم خبرة بيش بياخذ هاي الأدوية، بيستخدمها مثلا موضوع الميتفورمين مثلا يستخدمون للتنحيف، هذا خطأ يعني قد يقود إلى غيبوبة إلا بإشراف طبي ووفق يعني بروتوكولات معينة. ما أتحدث به أيضا هو موضوع الأدوية لاعتلال الأعصاب السكري، البعض بيتجاوز الجرعة أنه بيشعر بأثار مركنة جانبية، هذا خطير جدا. يعني هناك الكثير من الأخطاء
بالمجتمعية خلينا نقول التي يجب التنبه إليها. لا يجب على الإطلاق استخدام أدوية من تلقاء نفسه الشخص يأخذها، لا يجب تكرار أدوية وصف الطبيب لمرة واحدة، لا يجب أن نأخذ وصفات من الدكتور. يعني إنه ممكن الشخص يكرر الدواء لحاله ويحس إنه هي بداية المشكلة الحقيقة، هي بداية المشكلة. الكثيرين إنه أنا أخذ دواء من طبيب وارتحت عليه، بدي كرره أنا لحتى أرتاح، ما عم بقدر. وبتلاقي بيفتلوا على الصيدليات وبيضغطوا على الصيادلة، والصيادلة ما بيقدروا يصرفوا غير بوصفات طبية. اللي بيصير على مرات كمان بيكون فيه هو سوء استخدام لبعض أنواع الأدوية اللي هي متوفرة بالمنزل من قبل مثلا وصف طبيب مسكن ألم مركزي لحدا بالبيت عنده مشكلة مثلا كسر أو عنده مشكلة أخرى، ما استخدم كل الدواء، بقي هذا الدواء في صيدلية المنزل. وهي المشكلة، يعني تداول الدواء بدون معرفة سابقة بالتأثيرات المتوقعة من هذا الدواء، هذه مشكلة يجب أن يعني نكون حذرين جدا في هذا الموضوع. وحقيقة نحن نتحدث عن موضوع يعني بات منتشرا في الكثير من الدول، لذلك نحن حتى ما يكون في عنا هاي المشكلة أطلقنا بمبادرتنا أن عام 2017 هو عام لمكافحة هذا البوابات، ما اسميناه بوابات العبور إلى الإدمان، بوابات عبور الإدمان. طيب دكتور شادي، خلينا نحكي كمان بيظل هذا الوقت في كتير ناس يعني صارت تتجه للأدوية بحكم الظروف، تقول لك أنه يعني الدنيا كلياتها هموم أو الدنيا مليانة كذا، بياخذ له حبة مسكن بينسى همومه أو أو أو. خلينا نرجع للطبيعة شوي، بما أنه حضرتك موجود اليوم نحن دائما هيك بنحب نعرف طبعا منك معلومات، نحن كيف فينا هيك بحياتنا نهدي أعصابنا يوميا أو أنه نبعد عن هي الأسباب اللي هي أساسا مسببات لأنه أنا أحتاج حبة دواء بالرجوع إلى الطبيعة أو سؤال مهم جدا. الحقيقة نحن يعني استخدام الكافيين الموجود بالشاي والقهوة بكميات كبيرة له أثر منبه، لذلك يعني اللي بيصير عادة انه شخص عنده توتر ستريس بيروح بياخذ هاي المشروبات بكميات كبيرة خلال اليوم، وبالتالي بتزيد المشكلة عنده، فيه ينتقل باتجاه مركبات اكثر يعني امانا وممكن تعطي نتائج مفيدة جدا بهذا الاتجاه. على سبيل المثال هناك نبات اسمه حشيشة القلب او عشبة القديس جون او ما يسموه بالهيوفارقيون، هذا النبات يعني هايبيريكوم بيرفوراتوم هو نبات مهم جدا، يعتبر في أوروبا الحقيقة من الأدوية الأساسية النباتية التي توصف كمحسنة للمزاج، تأثيرها مهم جدا في هذا الاتجاه، ولها يعني الكثير من الدراسات السريرية والمخبرية التي أثبتت استخدامه وفعالية هذا الاستخدام وليس لها تأثيرات جانبية ضمن الجرعات الموصوفة. أيضا هناك حشيشة الدينار أو ما يسمى الهوبس، أيضا هذا النبات يستخدم أيضا كمهدئ في حالات التوتر والنرفزة والعصبية وما شابه. هناك أيضا استخدام المليسة، المليسة أيضا مليسة أوفيسناليس نبات مهم جدا، أوراقه يساعد في تهدئة الأعصاب بشكل جيد جدا. يعني نحن اليوم عم نحكي عن نباتات متوفرة في بيئتنا الشامية، بإمكاننا نحن يعني استخدام هذه الزهورات، خلينا نقول نحن اللي هي درجة اسمها إنه زهورات شامية، حتى بأمريكا في زهورات شامية المعلومة يعني، ويعني متداولة جدا. أنا أحد أصدقائي بأمريكا عم بيقول لي إنه زهورات شامية مشروب شعبي منقول عن سوريا كتير يعني مستحب استخدامه، إنه بيعرفوا أهمية استخدام هذه النباتات الغنية بالزيوت العطرية. يعني الوردة الشامية. تمام. الوردة أنا جايك بالحديث إنه أيضا الوردة الدمشقية هي يعني منشأة سوريا، اليوم هذا المركب أيضا استخدامه يساعد بشكل جيد جدا على هدئة الأعصاب وأيضا تخفيف حالات التوتر والمشاكل، خلينا نقول نحن ما نسميه في بعض المشاكل تظهر هي اعتلال عضوي ولكن نفس المنشأ، يعني بيكون هو ما عنده مشكلة عضوية تتظاهر هذه المشكلة العضوية نتيجة نوع في عنده ضغط نفسي، في عنده توتر عصبي فبتظهر. لذلك استخدام هذه المركبات يساعد بشكل كبير جدا على ضبط هذه المشاكل التي قد تظهر للشخص. بالإضافة أنه مثلا مركب الكاكاو، يعني المناسبة أنه محسن المزاج، الكاكاو بدون سكر، يعني ما يعني نحن مشان ما نفوت بمشاكل تسوس الأسنان وزيادة الوزن، الكاكاو كمركب يعتبر من المركبات الغنية بالحمض الأميني تريبتوفان، وبالتالي يساعد بشكل إيجابي على تحسين المزاج. وبالتالي هذه المركبات مركبات طبيعية ممكن استخدامها ومتوفرة في بيئتنا. لذلك يعني أنا عودة إلى الموضوع الأول، يجب علينا أن ننتبه إلى خطورة استخدام مركبات كيميائية لها تأثيرات جانبية في سبيل الحصول على قدر من الراحة في غير وقت.
في عنا عمل جراحي بحاجة لمسكن ألم مركزي، هناك الطبيب يصف هذا الموضوع بكل أمان، ولكن اعتياد استخدام هذه المركبات لفترات طويلة من تلقاء الذات هذه المشكلة يعني التي نحن نسعى باتجاه التوضيح للمجتمع في خطورة هذا الموضوع. وحقيقة من هذا المنبر يعني أشكر دكتور صفوح السباعي اللي هو رئيس المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات لدوره الإيجابي جدا في هذه المبادرة، ودكتور الأستاذ دكتور عبد الحكيم نتوف عميد كلية الصيدلة بجامعة دمشق. الحقيقة بدأت المبادرة وبدأنا بمجموعة من ورشات العمل. وين عم تتم دكتور ورشات العمل، وكيف عم تستقطبوا يمكن شريحة الشباب اللي هي الهدف الأساسي من هالمبادرة، وكيف عم تتم توعيتهم لحتى نشر هالمعلومات للمجتمع المحلي؟ الخطة إن شاء الله نحن المدينة الجامعية أو المدن الجامعية بسوريا، أيضا هاي بالنسبة لشريحة الشباب وطلاب الجامعة، أيضا بدنا نزورهم للطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية في المدارس، وهناك أيضا نية في زيارة مدارس الأطفال للتوعية ضمن المناهج. حقيقة في تعاون كبير جدا من وزارة التربية في هذا الخصوص لوضع بعض المفاهيم والمصطلحات ضمن المناهج للتوضيح لهؤلاء الطلبة ما مدى خطورة يعني استخدام بعض المركبات بدون أي مبرر أو الدخول في هذه الحالة أو الدوامة من استخدام المركبات التي تقود إلى الإدمان. بالمناسبة هي ما بس أدوية، في دراسة عن استخدام بعض المركبات المستخدمة في الدهان، الروائح الموجودة فيها، الاعتياد عليها والإدمان، روائح بعض المشتقات النفطية مثل رائحة البنزين، البعض يستخدم بعض المركبات اللاصقة أيضا أنه كاعتياد إدمان عليها. هذه المركبات كلها خطر، لأن هذه المخدرات استنشاقية أيضا يعني تقود فيما بعد إلى الاعتياد والإدمان. يعني البعض بيقول لك أنا بشم هالرائحة برتاح، أنت فايت بطور الاعتياد، بعد شوي رح تفوت بطور الإدمان. بس فتت بطور الإدمان الجسم يتطلب منك تزيد الجرعة، وبالتالي نحن رح تتحول لشخص مدمن، ومن ثم رح تكون في مشكلة. لذلك التعاطي مع هذا الموضوع يجب أن يكون وفق منهجية، يجب أن يعلم الجميع ما مدى تغيرات السلوكية اللي ممكن تطرأ على يعني اليافع أو على الشاب المراهق فيما يتعلق بموضوع سلوكياته، لضبط هذا الموضوع أيضا إذا كان تم استخدام أو تعاطي أو يعني استخدام بعض المركبات التي قد تقود إلى الإدمان. طبعا نحن منطمئن، نحن اليوم مانا في خطر في سوريا، ولكن كل المحيط يعني أصبح في خطر. لذلك علينا أن نتنبه للمستقبل، أن نمنع هذا يعني هذه الكارثة من الدخول إلى الأجيال الصاعدة. ومن خلال هذا الموضوع بدأت نقابة صيدلة بهذا يعني بهذا النشاط، وإن شاء الله يعني يكلل بالنجاح بوجود العديد من المتطوعين الحقيقة اللي ممكن إحنا من خلال متطوعين لهم دور كتير تمام كبير. 100% عمل تطوعي يعني هو عمل مهم جدا بهذا الاتجاه. احنا دائما أريج بنحاول مع الدكتور شادي هيك انه نضيء على مكامن القوه بالطبيعه، وخصوصا انه بظل هي الظروف اللي عم نعيش فيها. يعني نحن دائما بنقول للعالم انه ما تعتمد دائما على الادويه او تمام. ما تعتمد على شيء يعني الشيء البسيط او الموجود بالطبيعه، يعني حتى ارخص يعني وتوفره اسهل، وبضل مضاره الصحيه يعني ما في له مضار. شو بيقولوا كانوا اهل زمان، اذا ما فاد ما بيضر، يعني يعني مقولة موجودة. هالعلاج السحري ما بيضر البني آدم. يعني هلا كمان الشباب والصبايا بالامتحانات وبالهي بيتعودوا يشربوا شغلات أو ياخذوا أدوية إنه مشان يسهروا، مشروبات الطاقة. مشروبات الطاقة تماما. شو في يمكن أغذية أو أكل معين هو بيقوي الذاكرة، بينعش الذاكرة، بيقدر الناس تعتمد عليه؟ تمام، سؤال مهم جدا. بداية بس للتوضيح، موضوع النباتات الطبية أيضا هناك يعني انتباه، يعني الجرعات أيضا يجب أن تكون مضبوطة ومتابعة، لأنه في بعض النباتات بيكون لها تأثيرات جانبية أثناء الاستخدام. طبعا أنا خليني أوضح نقطة كتير مهمة. اليوم نحن إذا بدنا شيء ينشط الذاكرة، في عنا نبات إكليل الجبل، نبات متوفر بشكل جيد جدا في سوريا، واستخدامه أيضا يعطي تنشيط جيد جدا للأشخاص اللي بحاجة لطاقة ذهنية. في نبات اسمه جينكو بيلوبا، طبعا هذا النبات موجود في الصيدليات، أيضا يعتبر من أهم النباتات في العالم التي تساعد على تنشيط الذاكرة وزيادة. جينكو بيلوبا هذا النبات طبعا لا ينمو في سوريا، ولكن هذا النبات من النباتات الآمنة والمفيدة جدا، ومتوفر بكثرة بالصيدليات وبشكل آمن. أيضا هناك نبات الجينسينج،
الجينسينج الكوري أيضا من المركبات التي ممكن استخدامها الحقيقة للحصول على نشاط عضلي والحصول أيضا على نشاط ذهني، وهي تساعد أيضا في ضبط عمل الغدد الصماء الموجودة في الجسم، وبالتالي هي تساعد على العودة للوضعية الصحيحة للجسم من خلال استخدامها بشكل جيد. طبعا هذه المركبات استخدامها آمن ضمن جرعات محددة، وتساعد في تنشيط الذهني، تساعد أيضا في التنشيط للأشخاص اللي عم بيعانوا من مشاكل كسل، تعب، عم بيعانوا من مشاكل إرهاق، ولا تحتوي على الكافيين. يعني مهم جدا أنه هاي المركبات لا تحتوي على الكافيين. بالنسبة لمشروبات الطاقة، خلينا نوضح نقطة كتير أساسية. اليوم مشروبات الطاقة ضمن حاجته وبجرعات معينة جيدة ومفيدة ومستخدمة عالميا، ولكن هي المشكلة في سوء الاستخدام، يعني استخدام كميات كبيرة بدون الانتباه إلى ما نسميه نحن النيوتريشن فاكت أو الحقائق الغذائية التي تكون مدونة على العبوة، التي تتضمن قديش فيه كافيين، قديش فيه مركب التورين، قديش فيه جينسينج، قديش فيه مركبات، قديش العمر اللي ممكن ينعطى هذا المشروب للأعمار، تمام، وقديش يعني جرعة اللي ممكن تكون سمية. يعني بعض الأحيان بيكون عندك أشخاص بيكون وزنهم يعني منخفض، لذلك قد يكون تجاوز الجرعة بعمله مشكلة. لذلك مثل ما تفضلتي حضرتك، موضوع العمر كتير مهم بالاستخدام. اليوم نحن وجودهم بمتناول الأطفال أمر كتير خاطئ. نحن في أعمار معينة ممكن استخدامها وبجرعات محددة، وبالنتيجة بنرجع بنقول الاعتماد على الوسائل الطبيعية بيساعد هالطلاب على الحصول على الحاجة اللي هم بدهم إياها فيما يتعلق بأنه يعني يكونوا عندهم نشاط ذهني جيد، تروية دموية جيدة، وبنفس الوقت ما بيكون في عندهم تنبيه قد يؤثر عليهم سلبا فيما بعد. يعني اليوم نحن قلنا مركبات الكافيين أيضا يجب أن تكون مدروسة في جرعات المعطاة خلال اليوم، لأنه في حالات سمية في هذا الاتجاه. أكيد. يعني بالختام نتشكر دكتور، شكرا كثير. شكرا لكم، يعطيكم العافية. شكرا كثير لك دكتور، وكل توفيق لكم بهالمبادرة. شكرا لكم، يعطيكم العافية. أما هلأ مشاهدينا رح ننتقل لغرفة الأخبار للإطلاع على آخر وأهم الأنباء مع زميلتنا علا أبو خضر. يسعد صباحك علا. يسعد صباحك أريج، ويسعد صباح كل مشاهدين صباحنا غير. مشاهدينا نبقى مع موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل. أهلا بكم. أكد مصدر عسكري أن وحدة من الجيش والقوات المسلحة قضت على مجموعة بكامل أفرادها من إرهابيي داعش في منطقة الباردة بريف حمص. إلى ذلك سقط 5 قتلى على الأقل بين صفوف إرهابيي تنظيم جبهة النصرة خلال عمليات الجيش المتواصلة لاجتثاث الإرهاب التكفيري من الريف الغربي لدمشق والقنيطرة. كما سيطرت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في ريف حمص الشرقية على مساحات جديدة خلال ملاحقتها لإرهابيي تنظيم داعش في منطقة البيارات بريف تدمر الغربي. أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أن المحادثات القادمة التي ستجري في جنيف حول الأزمة في سوريا ستهدف إلى معرفة ما إذا كانت هناك فرصة لإحراز تقدم في عملية التسوية السياسية للأزمة. وأوضح دي ميستورا خلال مؤتمر ميونخ الأمني في ألمانيا أن محادثات أستنا التي جرت مؤخرا كانت تهدف فقط لتثبيت وقف الأعمال القتالية في سوريا، مبينا أن محادثات جنيف التي ستبدأ يوم الخميس المقبل تجري على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. إلى ذلك أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط ناجم عن التدخل العسكري للدول الأجنبية التي تسعى إلى تحقيق أمنها على حساب أمن الآخرين. وأشار ظريف في كلمة له خلال مؤتمر ميونخ الأمني إلى ضرورة التعاون الإقليمي والدولي وبناء جسور الثقة وإرساء الأمن ومواجهة التطرف، موضحا أن حل الأزمات في المنطقة ليس عسكريا وإنما عبر الحوار. أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية عن حصيلة عملياتها في محور جنوب الموصل عقب استئناف عملية تحرير ما تبقى من المدينة. وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان إن حصيلة عمليات الشرطة الاتحادية في محور جنوب الموصل أسفرت عن قتل 79 إرهابيا من تنظيم داعش وتدمير 13 آلية ملغمة و30 عبوة نازفة وتدمير 3 أنفاق و5 أحزمة نازفة والاستيلاء على مستودع للمقذوفات.
إلى اليمن، حيث قتل عنصران من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي اليوم في مواجهات مع الجيش واللجان الشعبية، وذلك في محافظة تعز. وأفاد مصدر عسكري بمصرع عنصرين من مرتزقة العدوان في تبت الوكيل بمديرية عصيفرة على يد الجيش واللجان الشعبية. في خبرنا الأخير، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي استقالته من رئاسة الحزب الديمقراطي الحاكم، وذلك خلال جلسة الجمعية العمومية للحزب في روما. وقال رينزي مخاطبا الحزبيين الذين طلبوه بعدم ترشيح نفسه من جديد لمنصب رئيس الحزب: تؤلمني كثيرا كلمة انقسام، ولكن الابتزاز أسوأ منها بكثير. لا يجوز أن يتعطل عمل الحزب بسبب ديكتاتورية الأقلية. وصلنا إلى ختام الموجز، عودة إليك أريش. شكرا لك علا، وأكيد هلأ مكفيين باقي فقراتنا ضمن برنامجنا صباحنا غير. أكيد أريج، وصلنا لمحطة يمكن رح نتعرف من خلالها على عملية كتير مهمة بحياتنا، فما بيقتصر عملية التخطيط الاستراتيجي على مستوى الشركات والمؤسسات أو حتى الدول، يمكن أيضا أن يكون هناك تخطيط استراتيجي شخصي بينقل الفرد من الوضع الحالي إلى ما يطمح للوصول إليه. أكيد لنتعرف أكثر على إدارة التخطيط الشخصي وما أهميته. بسرنا أن نرحب بمدرب التنمية البشرية مفيد كرباج، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخيرات. بداية خلينا نحكي أو نتعرف سوا على مفهوم التخطيط بشكل عام. التخطيط كمفهوم أو كعبارة بيقوم على أساس كتير مهم، اللي هو معرفة العميق، معرفة أنا شو بدي بأي شيء بدي سوي بحياتي، سواء على مستوى الدراسة أو على مستوى الشغل أو حتى على المستوى الشخصي أو الحالة الاجتماعية. فاليوم أنا بس أعرف شو بدي، أنا بعرف كيف بدي وصل للشيء اللي بدي إياه، وهذا علميا أو أكاديميا يسمى التخطيط للوصول للهدف. فأنا بداية بدي حدد هدفي وأعرف شو الخطة اللي أنا بدي اتبعها كرمال وصل لهدفي. هذا ببساطة هو مفهوم التخطيط، واللي يمكن منشوفه نحن بكتير نواحي. مثل ما حكينا اليوم الطالب بتخطيطه للفرع اللي هو بده يدرسه بالجامعة، المتخرج من الجامعة بتخطيطه للعمل اللي بده يحصل عليه، السفر، الحياة الاجتماعية، أي منحة بمناحي حياتنا هو يعني عم يقترن بتخطيط. لأنه اليوم العمل بأي واحد من هاي النواحي بدون تخطيط هو عمل عشوائي رح يكون، ويمكن ما كتير تكون مضمون النتائج. فهي ببساطة هو مفهوم التخطيط. لكن قديش مهم أنه يكون في تخطيط بحياتنا ولو يمكن للمراحل القريبة يلي رح نمر فيها اليوم. الكل بيعرف أنه أو بمخزونه الفكري بيفكر أنه التخطيط هو بس للشركات، بس للمنظمات أو كذا. لا، التخطيط هو حتى على مستوى الشخص، على مستوى الفرد. كتير مهم كل شخص منا يعرف أنه بي 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 بأي منحة من مناحي حياته هو لازم يكون عنده هدف لهي المرحلة. خلينا نقول طالب اليوم البكالوريا، فطالب البكالوريا هل هو عم يدرس بكالوريا كرمال يجيب أي علامات ويدخل أي فرع بيطلع له حسب العلامات، ولا هو في عنده فرع محدد بده يدخله؟ إذا في عنده فرع محدد بده يدخله لازم يبلش عملية تخطيط لكيفية الدخول لهذا الفرع. هاي التخطيط يمكن يتضمن تخطيط لعدد ساعات الدراسة، تخطيط للفرع اللي بده، أو خلينا نقول الاختصاص، هل هو علمي أو أدبي اللي بده يدرسه، مقدراته الفكرية ومقدراته المادية على دخول هذا الفرع. مثل ما رجعنا، يعني بدي أرجع أنا أحكي بهي الجملة، أنه اليوم أي خطوة بدي أخطيها بدون معرفة لوين بتودي فهي عم بتكون كتير عشوائية. وأنا ما فيني أجي أقول أنه الحظ لعب دور، أو ما بعرف شو الحسد او الظروف او الواسطه او كذا ما ادري شو. لا، ببساطه اللي لعب اكبر دور هو انه انا ما خططت، انا ما عرفت لوين رايح. لما ما عرفت لوين رايح من البدايه فاجباري انا بدي اوصل لمكان ما كتير يناسبني، او يمكن انا ما اكون بعرفه. اكيد استاذ مفيد، يعني حضرتك حكيت يمكن عن مراحل التخطيط مرقت عليهم بسرعه، بين انه تخطيط اني، تخطيط استراتيجي طويل المدى. خلينا نفصل فيهم شوي للمشاهد حتى يعرف انه انا في عندي خطه ممكن تنتهي اليوم جي، وفي عندي خطه بدها 5 سنين جي، بس لحتى نكون قدرانين نوصل بنتيجه من اي شيء بنخطط له بحياتنا. منهجيا يعني التخطيط بيبدا
بوضع رؤية. الرؤية هي أنا وين بدي يكون مستقبلا، شو بدي يصير، لأنه اليوم بدون ما أربط أي شيء حالي بشيء مستقبلي هذا لا يسمى تخطيط أو لا يسمى بناء هدف. الرؤية أنا بدي عم بحلم أو شايف أني بدي أوصل لهون. الرؤى على طول ترتبط بأهداف. أنا اليوم هدفي خلينا نقول بالسنة الحالية هو كذا، بالخمس سنين الجايين هو كذا، بالشهر الحالي هو كذا. هلأ في هدف سنوي اللي قلنا انه خلال هاي السنه انا بدي اكون هيك، طيب لحتى اوصل لهذا الهدف السنوي معناته انا لازم يكون في عندي اهداف شهريه. الاهداف الشهريه هي 1 2 3 الى اخره، هي الاهداف الشهريه لحتى تتنفذ كمان بدها احداث يوميه. انا لحتى احقق هذا الهدف الشهري خلينا نقول انا بدي احصل على مستوى العمل راتب وليكن كذا اكس. فهذا الراتب اللي بدي احصله بيلزمه ايام عمل هو يمكن 5 أيام عمل بالأسبوع أو بيلزموا يومين عمل بالأسبوع، فحسب الهدف الشهري اللي أنا حاطه للراتب أنا بيتحدد معي الأحداث اليومية أو الأعمال اليومية. غير عن هيك عملية التخطيط على طول ترتبط بتحديد شيء كتير يعني ضروري. يمكن الراتب هو الوحيد اللي ما فينا نخطط له بالشيء. إذا حكينا عن الدراسة إلا الراتب هو الوحيد اللي بتاخده اليوم بتنسى بكرة. فخلينا نحكي عن مثال نعطي غير مثال غير الراتب. طيب أوكي، انا اليوم بدي اجيب بالبكالوريا فرضا فوق ال 200 وما بعرف قد ايه صاروا علامات البكالوريا، مخلص بكالوريا من زمان، فوق ال 220 فرضا اوكي. فهذا بيرتب علي اليوم شو عدد الساعات اليوميه اللي بدي ادرسها باليوم، شو هي الانجازات الدراسيه اللي بدي انجزها بالشهر. لما يبين معي انا الهدف الاكبر بيبين معي الحدث الاصغر منه. اليوم في عندنا اهداف استراتيجيه هي تبنى لسنوات، في عندي أهداف مرحلية أو سنوية تبنى لفترات معينة، وفي عندي أنشطة أو أفعال أو إيفنت تنعمل يومياً. الإيفنت أو الحدث لما يتحقق هو بيحقق الهدف المرحلي، والأهداف المرحلية لما تتحقق هي بتحقق الأهداف الاستراتيجية. بتحقيق الأهداف الاستراتيجية أو السنوية أنا بكون عم حقق الرؤية تبعي اللي أنا حاططها لحياتي. اليوم الرؤية قد تكون أنا بدي أكون شخص فاعل وناجح، هي رؤية، لكن أنا بدي أجيب 240 بالبكالوريا أو 220 بالبكالوريا هذا هدف. فهذا الفرق ما بين الرؤية وبين الهدف. الرؤية بتكون أوضح عفوا أشمل، أما الهدف بيكون محدد أكثر. والهدف فيه التخطيط هو يعني إحدى الأسباب يعني المشجعة لحتى نحقق يمكن أهدافنا، أنه نخطط لها بطريقة صحيحة. لكن التخطيط الصحيح لإدارة حياتنا وتخطيط مسار حياتنا إن كان بالدراسة أو العمل، كيف بنقدر نحققه؟ اليوم بدي أحدد المجال اللي أنا بدي خطط فيه. وقد يكون قد يقول أحدهم إنه أنا معقول يكون في عندي أكثر من خطة بحياتي، ما هو ضروري يكون عندي أكثر من خطة بحياتي، لكل منحة بحياتي بيكون في عندي خطة أو بيكون في عندي تصور. نحن مش أما نعقد الأمور ونقول إنه والله نحن في عندنا خطط كذا، يكون في عندي تصور لهذا الموضوع. ببساطة أي تخطيط بأي منحة هو يبدأ بوضوح الهدف. أنا شو بدي؟ أوكي، أنا اليوم بدي أمر معين، بشوف هل أنا قادر على تحقيقه؟ هل أملك نقاط القوة لتحقيقه؟ أم لا؟ فبيبدأ بدراسة نقاط القوة ونقاط الضعف، هو أنا شو عندي وأنا شو بدي لحتى أحقق هذا الهدف. لما أعرف شو عندي وشو بدي بصير بشتغل عليهم. لما كمان في معيارين آخرين اللي هن المحفزات اللي عم تجيني من الخارج والمخاطر اللي عم تجيني من الخارج، وهذا ما يسمى علميا بتحليل سوات. تحليل سوات اللي هو تحليل نقاط القوة والضعف والمحفزات والمخاطر. لما أنا يكون بصورة هدول المفاهيم بيوضح عندي أنا أثناء عملية تخطيطي أو أثناء عملية تنفيذي للخطة اللي بدي أسويها، بيوضح عندي شو ممكن يواجهني عقبات، شو ممكن يواجهني مفاجآت. طبعا هون بعمليه التخطيط صارت ممنوعه المفاجات، لانه اليوم مثلا على فرض انا فريق تطوعي، خلينا نحكي بشكل اعم من الخطه الشخصيه، فريق تطوعي بدي اعمل سباق ماراثون بدمشق. فواحده من الشغلات اللي بدي ادرسها اللي هي عوامل الطقس، هل اليوم بدها تشتي الدنيا او لا؟ ممنوع انا فوت على سباق ماراثون وجهز والى اخره وانا مو دارس السوات، انا مو دارس المخاطر اللي ممكن تواجهني واللي هي واحده منها هي الطقس. على المستوى الشخصي في حدا بيحط خطط كتير واسعة وإلى آخره، لكن يمكن ما بيكون في عنده قدرية على تطبيقها، يمكن القدرة أو الذهنية أو المادية، أو ما بيكون في عنده الوقت لحتى هو. أنه أنا اليوم أغلبنا
بس هيك نخلص او ندخل على الجامعه كلياتنا بنكون بدنا ندرس انجليزي، ما هيك؟ انه بدي انا قوي لغتي الانجليزيه، بدي اعمل بالانجليزي وكذا، ونحن في عنا 10 ساعات شغل مثلا بالنهار او 11 ساعه شغل. طيب ما هون انا في عندي عامل مهم غير متوفر عندي اللي هو الوقت. طيب انا كيف بدي احقق هذا الهدف بدون ما يكون في عندي هذا المكون؟ لحتى احقق هذا الهدف لازم اعرف انا انه بدي فرغ وقت، او انا بدي احصل على وقت، لانه هذا هون صار نقطه ضعف، فانا بعالج نقطه الضعف قبل ما افوت على تحقيق الهدف تبعي او الخطه تبعي. اكيد استاذ مفيد، يعني الحديث مع حضرتك عن التخطيط وايضا كيف ممكن نوصل بحياتنا لاشياء مفيده ما بينتهي، ولكن بختام حديثنا بدنا منك يمكن نصيحه الابرز اللي بنقدر نوجهها لكل مشاهدينا عن التخطيط الناجح لحياتهم. في جملة بكررها مرارا وتكرارا، اليوم النجاح بالحياة عامة هو قرار. اليوم أنا باخذ قرار بالنجاح أو باخذ قرار بأي شيء بدي وصله، فلما أخذ قرار بإني أنجح فأنا ملزم بإني أكون عم خطط صح، أكون عرفان وين موجود، وما في غلط اليوم بإني جرب وجرب وجرب. يعني اليوم تكرار التجارب هو شغلة بتعطي خبرة، وتكرار التجارب خصوصا الفاشلة اللي هي مو تجارب فاشلة، هي تجارب غير كاملة، كمان بتعطي خبرة. فاليوم نحن بس نحط قدام عيوننا هدف كتير واضح، إنه أنا ما في نقطة هي نقطة النهاية، لا، في نقطة هي اللي نهاية لمرحلة، بداية لمرحلة جديدة. فهي يمكن أبرز شيء ممكن إنه نحكي لأي حدا وشو ما كان، سواء طالب أو كبير أو صغير، إنه النجاح قرار. أكيد نحن بنتمنى كل شخص عم يخطط لطريق حياته ينجح فيه ويحقق أهدافه. بدنا نشكرك كثير أستاذ مفيد كرباج مدرب التنمية البشرية على هالمعلومات اللي أعطيتنا إياها اليوم. شكرا كثير لكم، يعطيكم العافية. شكرا لك أستاذ مفيد، وأكيد نحن بدنا نشكر أيضا مشاهدينا اللي تابعونا طول هالحلقه قريج. بنتمنى كمان نكون يعني هيك من خلال قدمنا لهم شيء مفيد خلال هاي الساعه وربع محطتنا الصباحيه لليوم وصلت لنهايه. بنتمنى لكم اكيد بقيه نهار ممتع على شاشه الاخباريه السوريه يلي مكفيه معكم بتخطيطها لابراز الاحداث السياسيه السوريه وايضا العربيه والعالميه، واكيد بدي اتمنى لكم نهار سعيد. نهار سعيد لك قريج. شكرا لك سلمى، وكمان كل التوفيق لك ولكل مشاهدينا. بنحب بنذكركم مشاهدينا انه لتتواصلوا معنا فيكم تراسلونا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير لاي مواضيع بتهمكم انه نطرحها ضمن صباحنا، واكيد نتمنى لكم بقيه يوم مليء بالصحه والسلام والخير. باي 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 باي.